ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك احنا قلنا إياكم أن تخدعوا بأن الكافر يكفر والعاصي يعصي، واحنا قلنا فعال لما يريد. قلنا الذي تعود أن يتأبى على منهج الله فيكفر بعد من غير إيمان أو يعصي من غير طاعة، دي عمل اللي في نفسه ولا لا؟ إذا تعود أن يتمرد، بس ده تمرد على المنهج. تمرد على مين؟ خذوا بالك، تمرد على مين؟ على المنهج. إنما هل تمرد على الممنهج؟ إن كنت بقى أنت متمرد على المنهج ولا صليتش؟ متمرد على المنهج ولا آمنتش؟ أنت متمرد على المنهج. إنما هات اللي وضع المنهج الممنهج بقى. إن كنت شاطر ما دام خدت على إنك أنت تنح لربنا، ساعة ما يجي يموتك تنح له، لا مش بقى. تنح يا اخو. يبقى يحكم ما يريد ولا لا؟ وقد اراد ان يوجد لك الاختيار في اشياء وان يقرك على اشياء. فيا من مرنت نفسك على التمرد على منهج الله، حاول كده ان تتمرد على الممنهج وهو الله. ما تغدرش ابدا، لا في شكلك ولا في لونك ولا في صحتك ولا في مرضك ولا في موتك. فإما انت متعود تتمرد، قل له لا، افقه جيدا انك تمردت على منهج الله، ولكنك لن تقدر ان تتمرد على المنهج وهو الله. لا يسأم